مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ جبت لكم اليوم ألعاب حلوة كثيرة، هي عبارة عن تراكتورات وقاطرات وسيارات وكثير منها آلات شحن. راح نلعب نحن وياكم اليوم بهاي الآلات وهاي العربات. أول شغلة منجيب التريلا، هاي محملة ألعاب للأطفال، منصفها هون. وهذا تراكتور بده يسقي مي للأطفال. وهذا ماخذ زجاجات للأطفال. وهي بيض للأطفال كمان. وهذا رايح على الحقل تبع الأطفال. وهذا القلاب رايح نزهة مع الأطفال.